دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فيحتفل المركز القومي لثقافة الطفل باليوم العالمي للتراث بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب. بيأتي ذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفال بيوم التراث العالمي اللي بيوافق 18 إبريل من كل عام، واللي بيعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية وتفعيل وزارة الثقافة المصرية لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على الفنون التراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة لصون هويتنا الثقافية. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن معنى التاجر الصدوق ومنزلته ولماذا هو مع النبيين والصديقين. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والتانية ما بين 10 دقائق ل 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع عدد من المباريات الافتتاحية في الدوريات المختلفة. في الدوري الأسباني وفي تمام الساعة 9 ليلاً هيلتقي أتلتيك بلباو مع غرناطة في المباراة الافتتاحية للجولة 32 من عمر المسابقة. في الدوري الإيطالي وفي تمام الساعة 6:30 هيلتقي لاتسيو مع جينوا، وفي 9:45 هيلتقي يوفنتوس مع كالياري في المباريات الافتتاحية للجولة 33 من عمر المسابقة. في الدوري الفرنسي وفي تمام الساعة 9 هيلتقي نيس مع لوريان في المباراة الافتتاحية للجولة 30 من عمر المسابقة.